أحد الأشخاص أوصى أنه بعد الوفاة أن يقام له 3 أيام من العزاء ويوزع فيه الطعام للمدعوين. نعم. وكذلك في يوم 40 يقام له مأدبة من الطعام ويجصص قبره. ووضع هذا المال عند ابنه. شيخي يسأل ابنه هل التنفيذ الوصية هنا واجب؟ وهل إذا نفذ وصيته يؤثم عند الله؟ لأنه طيب. يعلم بأن هذه الوصية مخالفة لشرع الله. طيب. وماذا يفعل ذلك يا شيخ؟ نزار من العراق يقول رجل أوصى ولده بأن يقيم له بعد وفاته ب3 أيام مأدبة في العزاء، ثم بعد 40 يوما يقيم له أخرى ويجصص قبره، هل ينفذ الولد هذه الوصية؟ هذه وصية باطلة لا يجب تنفيذها، والمال يعود للورثة يوزعونه فيما بينهم وفق التوزيع الشرعي. وإذا كان قالوا لها أبونا قد أخطأ في توجيه الوصية ونحن نريد أن نوجهها إلى عمل بر، فهذا من إحسان، لكن من حيث الوصية هذه الوصية باطلة، لأن الوصية فيما يتعلق بالعزاء وولائم هذه محدثة، وليس العزاء مناسبة فرح وسرور وابتهاج حتى تقام لها هذه المأدوبات وهذه الولائم. هذا من المآتم المبتدعة التي الجمهور من أهل العلم، بل لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن أقل أحوالها الكراهة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريمها. فيجب التوقف عن مثل هذه الوصايا ولا يجوز تنفيذها. وأنا أوصي الأحياء لا يوصوا بمثل هذا، لا ينفعك في قبرك أن تقيم مأتما لك أو أن تجصص قبرك، ما الفائدة؟ الكلام على ما ينفعك إذا رحلت وينفعك في أنيسك في قبرك، عملك الصالح هو الذي ينبغي أن تحرص على تجويده. أما الحرص على المظاهر حتى بعد الموت هذه مشكلة، يعني يعني هذا يدل على أن الدنيا قد تغلغلت في القلب إلى درجة أنها أصبحت تهمك حتى بعد موتك، أنه والله أنا مأدبتي أو مأتمي كان مميزا بازا الآخرين في جودته. يا أخي هذا لا ينفع، الذي ينفع هو العمل الصالح. ينبغي أن يعرف ويعلم أن الوصية هي منحة من الله تعالى تصدق بها على الناس في جزء أموالهم أن يمتد بها عملهم بعد موتهم، فلتصرف في أعظم ما ينفعك في قبرك، والذي ينفعك في قبرك هو العمل الصالح بأبوابه وأوجهه. وإذا كان لا رغبة لك في ذلك فدع الوصية، دع الأمر بدون وصية، والمال للورثة يسوقه الله تعالى على وجه تولى قسمته بنفسه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بارك الله في موضوع الشيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.